تلاميذ تلاميذ وتلاميذات حدث صغيرة تتوفر على يعني أحياء يعني صناعية. لكن هذه القطاعات أنها تستغل الثروات الطبيعية بشكل غير عقلاني، وبالتالي ما أدى إلى تدهور بيئي، فكانت طبعا نتائج اقتصادية واجتماعية. في التصميم العام سنتناول المقدمة العامة، وأيضا في المقطع الأول سنتناول الوضعية الحالية للموارد المائية بالمغرب، الحصيلة العامة للموارد، توزيع الموارد، والموارد المائية مصادر متعددة للتلوث، وأيضا التأثيرات الناجمة. أما في المقطع الثاني سنتناول التدابير المتخذة للموارد المائية وآفاقه المستقبلية بالمغرب، وأخيرا خلاصة تدابير الموارد المائية بالمغرب وآفاقه المستقبلية. تمثل لنا هذه الخريطة توزيع أهم سدود المغرب، فكل هذا العرض الذي قدمناه هو فقط لتحسيس حضراتكم على ضرورة الحفاظ على الماء وضرورته في الحياة. وتمثل لنا هذه الصورة الأولى مؤتمر الدولي حول الماء والمناخ. سنتناول في محاور العرض وضعية الغطاء الغابوي بالمغرب، إضافة إلى وظائف الغابة، عوامل تدهور الغطاء الغابوي، أساليب تدبير المجال الغابوي بالمغرب، وآخرا خلاصة. يتوفر المغرب على موارد طبيعية مختلفة أهمها الغطاء الغابوي. شكرا لزميل عصام على ما قدمه، والآن سننتقل للتعرف على وظائف الغابة الحرائق، وأخيرا محاربة التصحر ومكافحة زحف الرمال، ثم ننتقل إلى الوظيفة الاقتصادية. والآن سننتقل لدراسة المحور الثالث، وهو محور حول عوامل تدهور الغطاء الغابوي. رغم الأدوار السلفة الذكر، فإن الغطاء الغابوي كيعرف تراجع مهول كيتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف هكتار. التشجير كما تلاحظ في الصورة، تلاميذ يقومون بغرس الأشجار إلى جانب خطط توزيع مجالي لإعادة التشجير كالريف والجهة الشرقية والهضبة الوسطى إلى آخره. سأساهم على الصعيد المحلي الجماعة في هذا المجال البيئي. غادي نكون شويه مختصر، غادي نعطي نقاط، غادي نعطي التعريف ديال المدينه ديال زيو. معطيات المدينه ديال زيو كما تعرفون تقع شمال الشرقي للمملكه، محورا للمرور البضائع والمنتوجات الفلاحيه باعتبار موقعها على الطريق الوطني رقم 2 الناظور بركان، والطريق الاقليمي 6204 توريرت راس الماء. أما من الناحية الديمغرافية فتبلغ ساكنة زيو. الآن سنقف قليلا على مسابقة ثقافية لتلاميذ مؤسسة يعني حول ما دار في هذه الأمسية، باش نستافدوا جميع ونشوفوا واش هاد التلاميذ كانوا شوية منتبهين معنا ولا غير حاضرين. ها نمشيو لجوج المسابقات، عندنا مسابقة ثقافية اللي غادي يكون منافسين فيها الجوج ديال جوج البكالوريات على اختيارات الموارد الطبيعيه، غتحددوا الموارد الطبيعيه بين الموارد التي تم يعني وضعها. عندنا واحد الماء، عندنا جوج الغابه، ثم ثلاثه الفوسفات. من الموارد الطبيعيه الموجوده هنا نجد الماء والغابه صافي والفوسفات. لا اعطيني اختيار، كاين اما كاين اعطيني واحد، لا مش بالطوالي واحد، المهم اعطيني واحد الجواب، اعطيني جواب وصافي. الماء من الموارد الطبيعيه الحيه من غير الحبس. نعم، اذا نشوفوا الجواب، اذا سؤال اذا ان الجواب هو من طبيعه الحال الجواب رقم 3. المجموعه الثانيه 9 اجوبه صحيحه، بينما المجموعه اللي كانت منافسه بشكل قوي لهذه المجموعه يعني تمني يعني كاين فقيد واحد جواب فقط. نمشيو لاحد الاساتذه بهذه المسابقه، استاذ جامعه محمد الاول بوجده وكاتب عام لجامعه حربه. سهم في إنجاح هذه الأمسية القيمة، كما أعيد شكر لكل الأساتذة الكرام الذين انقضت حال على الرغم من الالتزامات والانشغالات، فاستمروا يعني نبقى دورة كونية مدينة حسيمة مباشرة من مدينة حسيمة إلى مدينة زيو.
يلقي هذا العرض. ايضا الشكر لسي عبد الله والسي العوني، اشكر زملائي وزميلاتي الاساتذه والاستاذات الذين حضروا معنا في هذه الامسيه، على الرغم ان هذه عشيه الجمعه كنخليوها شويه للراحه، لكن التزموا معنا جميعا. اشكر الاستاذ منصور لبوز على المجهودات التي قام بها من اجل انجاح هذه الامسيه، واقول بكل صراحه وبدون مبالغه لقد نجح فعلا في هذه الأمسية، وكان عملا متكاملا بجميع المقاييس. جمع بين ما هو أكاديمي، كانت هناك عروض، كانت هناك عروض مسرحية، مسابقات ثقافية، ومداخلات الأستاذ، كانت كلها ناجحة. الشكر موصول للأستاذ السيد ميمون بيكان، والشكر موصول للأستاذ للمهندس والذي نفتخر به السيد عبد الله بوشعيبي، والأستاذ العوني على، والأساتذة كذلك والأستاذات على حضورهما وعلى مساهمتهما في إنجاح هذه الأمسية. وشكرا للتلميذات والتلاميذ على المجهودات أيضا التي قاموا بها جميعا. وهذه الأمسية من فضلكم، وهذه دعوة لجميع فعاليات المدينة لمد يد المساعدة للثانوية، لأن الثانوية منفتحة على الجميع، ومرحبا بكل من أراد أن يمد لها يد المساعدة. وهنا لا يفوتني أن أشكر جماعة زيو وعلى رأسها السيد محمد الطيبي ومعاونيه من مستشارين إلى غير ذلك، والذين كلما طلبت منهم مساعدة ما بخلوا بذلك. نتمنى التوفيق للجميع وشكرا. فقط أريد واحد التذكير وسيد الأساتذة من تشكرهم أولا على الحضور، بعض الأشياء يمكن ما يعرفوش الأساتذة الشعبيين يمكن عنده معلومة. هذا النادي البيئي كان له الشرف 2016 ينال الجائزة الوطنية ديال مؤسسة محمد السادس للبيئة، وينال الجائزة الثانية عالميا ديال البيئة الصحفي والشباب من أجل البيئة، والسنة ديال 2017 نال الجائزة ديال المنطقة الشرقية. ومعلومة أخرى اللي وصلتني أنه في الكوب فالطروة اللي اندارت في كوبنهاغن، هذه التنوية ذكرت بالاسم على يد الأميرة لالا حسناء على أنها نالت جائزة دولية.